الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله فيديوهات ريد اليرت لاب. ده الفيديو رقم 37. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي، كنا بنناقش ازاي نامن الويندوز سيرفر 2019. كنا بنتكلم بقى لنا 6 فيديوهات عن الموضوع ده، واتكلمنا عن تفاصيل كتير ازاي ان احنا نامن يوزرات الويندوز سيرفر 2019 اللوكال، وازاي ان احنا نقفل الخدمات اللي فيها مشكله من ناحيه الامن، وازاي ان احنا بنحط مثلا الباسورد او كرايتيريا او نسمي حته ان انا الباسورد بتاعتي عشان تكون قويه، او كلمه السر ايه فكره انها تكون ضد الاختراق او صعب ان الناس تعرفها، لازم تكون باسورد طويله، لازم تكون باسورد فيها شويه خصائص. اتكلمنا في الكلام ده في كل التفاصيل دي كلها بقالنا 6 فيديوهات. ده الفيديو رقم 7 في تامين الويندوز سيرفر 2019 بناء على توصيات وزاره الدفاع الامريكيه ووكاله نظم المعلومات الدفاعيه الامريكيه. نشوف اخر توصية وقفنا عندها. ويندوز سيرفر 2019 must be configured to audit login log of special login success. يعني ايه؟ هنا الراجل بيقول ان هو بيراقب، احنا في مسألة الاودت. اودت دي خاصية اسمها خاصية التحقق، دي خاصية لما بنفعلها في الويندوز 10 او الويندوز سيرفر بتركز على حاجة معينة بتحصل في الجهاز. يعني على سبيل المثال، مثلا دلوقتي انت مثلا عندك فولدر معين على الجهاز، عايز ان انت تراقب وتشوف مين اللي بيدخل عليه. خلاص، بتفعل خاصية الاودت على السيستم بتاع الويندوز 10 وبتفعل خاصية الاودت على الفولدر. خلاص، بعد ما بتفعل الخاصية تبتدي الويندوز تسجل ايه اللي بيحصل بالظبط على الفولدر ده، بتسجله فين؟ في الايفنت فيور. خلاص كده، طب كويس قوي. هل الاودت ده ممكن ان انا افعله للفولدرات بس اللي بيدخل عليها الناس؟ مثلا عايز اعرف مين اللي دخل على الفولدر، هل معنى كده ان انا ممكن افعل خاصيه التحقق للفولدرات بس الناس اللي دخلت على الفولدرات بس؟ لا، في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل. منهم على سبيل المثال، انا عايز اعرف مين اليوزرات اللي دخلت على المكنه دي، سواء لوكال على الجهاز او من خلال الدومين، مين اليوزرات اللي ليها ادمنستريتيف بريفليجز. يعني ايه؟ يعني مين اللي له صلاحيات مدير النظام. خلاص كده، مين اللي له صلاحيات مدير النظام، مش فكره كمان مين له صلاحيات مدير النظام، مين اللي بيخش بيوزر او بيخش بمستخدم له صلاحيات مدير النظام. مين احنا عارفين له صلاحيات مدير النظام؟ اللوكال ادمنستريتور اللي على الجهاز او الدومين ادمن. هو هنا بيقول لك انا عايزك تراقب لي دخول النوعيه دي من اليوزرات او مستخدمين على الجهاز اللوكال او من خلال الشبكه. ليه؟ لان ده يوزر خطير جدا وله صلاحيات كبيره جدا، واليوزر ده ممكن ببساطه ان انت تستعمله في ان انت على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال، انت داخل بمستخدم عادي. خلاص كده، المستخدم العادي ده ملوش ان هو يسطب برامج مثلا. خلاص، فانت ممكن باليوزر بتاعك اللي هو مدير النظام ان انت تخليه يسطب برامج عن طريق حاجه اسمها اليفيت بروسيس اتكلمنا عليها. انت عندك مثلا برنامج كريم داخل باليوزر بتاعه عايز يسطب برنامج الفايرفوكس مثلا، اعمل دبل كليك عليه يقول له لا يا باشا، انت مش ايه، انت مالكش صلاحيات ان انت تسطب، اديني باسورد مدير النظام او كلمه سر مدير النظام عشان اخليك ان انت تسطب البرنامج. خلاص كده، فمدير النظام له صلاحيات كبيره. هو الراجل اللي بيقول لك لو سمحت احنا عايزين نركز على دخول الناس دي على، عايز اعرف امتى اللوكال او امتى مدير النظام دخل على الجهاز، لان ده مهم ممكن اعرف منه ايه اللي بيجري بالظبط. فهنا احنا عايزين ايه؟ نسجل الدخول الناجح للنوعيه دي من المستخدمين. خلاص كده، اللي هو اللوكال ادمنستريتور او اللي شبهه، الدومين ادمن مثلا بنتكلم عليه، او اي يوزر له صلاحيات تمام مدير النظام. هل مثلا له صلاحيات مدير النظام جزء من صلاحيات مدير النظام ولا كل صلاحيات مدير النظام؟ اعتقد هتمشي كده وهتمشي كده. خلاص كده، المهم خلينا نروح ونسجل الموضوع ده، عايزين نراقبه. ليه؟ لان حاجه زي كده مهمه بالنسبه لي عشان اعرف مدير النظام داخل ايه، اللوكال ادمنستريتور داخل يعمل ايه بالظبط. خلاص كده، فالسبيشال لوجن دي يعني الدخول سبيشال، يعني مميز. خلاص كده، دخول مميز، اليوزرات المميزة. طيب نيجي بعد كده للتوصية اللي بعديها، في حاجة اسمها Object أو Audit Object Access Other Object Access Event Success. يعني إيه؟ هنا أنا عايز أراقب مين اللي بيعدل في التاسك سكيدورال جوبز تمام أند كوم بلس أوبجكتس. طيب خلينا نركز، هي بتركز أكتر على التاسك سكيدورال جوبز. إيه التاسك سكيدورال جوبز؟ اتكلمنا قبل كده على إنه لو انت مثلا على سبيل المثال عايز ان انت تعمل حاجه اوتوماتيك كل فتره على الويندوز 10 او الويندوز سيرفر، يعني على سبيل المثال عايز مثلا الساعه 12 الجهاز يقفل لوحده،
عايز مثلا الساعة 12 الويندوز تكوبي ملف من حتة لحتة، عايز مثلا الساعة 12 برنامج معين يفتح ويبتدي يشتغل. طيب اعمل الكلام ده كله ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها تاسك سكيدولر، حاجة موجودة في الويندوز اسمها تاسك سكيدولر، اللي هي فين؟ اللي هي دي. نفتح كده كله كنترول بانل خلاص، وبعدين نفتح ادمنستريتيف تولز، وبعدين حاجة اسمها تاسك سكيدولر. ثواني كده يا جماعة اهو. ماشي، ادي تاسك سكيدولر. نبص مثلا التاسك سكيدولر ده مثلا ايه وظائف. مثلا على سبيل المثال مثلا انا عندي هنا الافيرا، افيرا ده الانتي فايروس خلاص. الراجل هنا بيعمل ايه؟ بصوا يعني مثلا هنا دي تاسك اوتوماتيكيه بترن حاجه اسمها ابديت. راجل في تاسك حاططها الانتي فايروس، الافيرا لما نزل عمل له تاسك في التاسك، او عمل جوبايه بقى نسميها في التاسك سكيدولر، ان هو يعمل ابديت لنفسه كل فتره معينه اوتوماتيك من غير انا ما اتدخل. خلاص كده، فاي حاجه عايز تعملها اوتوماتيك بتعمل حاجه اسمها جوب او تاسك او وظيفه، تحطها هنا اهو، وتقول لها مثلا انا عايزك تترني مثلا الساعه 3 الفجر كل يوم مثلا خميس كده مثلا. خلاص كده، فدي فكره التاسك سكيدولر. هو هنا بيقول عايزك تراقب مين بيلعب في الحته دي، مين بيخش كاري التاسكات في الحته دي، خلاص مين هو والساعه كام وعمل ايه. طبعا دي مهمه، ممكن الهاكر يعمل ايه على سبيل المثال؟ ممكن يخش يعمل تاسك يقول له مثلا ايه ران الفيروس بتاعي، او ران مثلا المالوير بتاعي الساعه كذا، يحطها هنا اهو. فانا عايز اراقب مين اللي بيلعب في الحته دي. خلاص كده. طبعا احنا زي ما بنقول ممكن نعمل حاجات كتير قوي بالتاسك سكيدولر ده، ممكن ان احنا نابديت انتي فايروس، ممكن نقفل الجهاز، ممكن نخلي الويندوز تكوبي حاجه من حته لحته، تفاصيل كتير جدا. خلاص، حاجه مثلا ادوب اكروبات تاسك مثلا، اللي هو مثلا ايه انا عايز ان الادوب يعمل ابديت في الساعه الفلانيه. خلاص، طبعا دي ودي انا ما عملتهاش، يعني ده بتاع الافيرا وبتاع الانتي فاير وبتاع الادوب ده اتعمل اوتوماتيك، البرنامج لما نزل كاريت نفسه او عمل له تاسك هنا اهو. خلاص، طيب هو الراجل هنا بيقول لك لو سمحت راقب لي الموضوع ده. طيب إيه، انا قلت لكم قبل كده ان في موقع لو عايز تعرف الايفنت لوجز، عايز تعرف، احنا قلنا الايفنت لوج ده مكان مركزي الويندوز بتسجل فيه كل حاجه بتحصل فيها. خلاص كده، عايز تعرف خدوا بالكم الحاجات اللي بتتسجل دي قلنا بتتسجل على ارقام، يعني مثلا ايفنت رقم واحد، ايفنت رقم اتنين، ايفنت رقم تلاته، ايفنت رقم اربعه. خلاص، طيب ايفنت رقم واحد دي مثلا الرقم واحد ده له معنى مثلا ان الويندوز بتقفل مثلا. خلاص، رقم اتنين ده مثلا له معنى ان الويندوز بتعمل شت داون مثلا، سبيل المثال. خلاص، فالارقام دي ومعانيها اعرفها منين؟ في موقع اهو يا جماعه انا جايبه لكم اسمه التيميت ويندوز سكيورتي، ده بتخش تقول له الايفنت رقم كذا عايز اعرف بتعمل ايه. الويندوز سجلت ايفنت اسمه ايفنت رقم واحد، الايفنت رقم واحد دي معناها ايه؟ هيقول لك مثلا ان الويندوز بتقفل مثلا، او انه كذا كذا. طيب خلينا نروح في الحته بتاعت اسمها اوبجكت اكسس. احنا قلنا بنتكلم في ايه؟ حاجه اسمها اذر اوبجكت اكسس، اهو ده اللي هو الحته دي. خلينا نروح نشوف الراجل هنا بيتكلم في ايه بالظبط. خلينا ننزل نقول اوبجكت اذر اكسس. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو هنا بيركز على، بيركز على ايه؟ على شويه حاجات كده. ايه اللي بيركز عليها؟ بيركز على قلنا التاسك سكيدولر، التاسك ووز كريتد، انا عملت جوبايه ان الافيرا او تاسك ان الافيرا يابديت نفسه كل فتره، عملت جوبايه انه الادوب يابديت نفسه كل فتره. هو ده هنا بيتكلم وبيقول لك ايه، شوف ارقامها ايه. يعني مثلا على سبيل المثال لما اعمل تاسك مثلا ان انا عايز الادوب يابديت نفسه بتتسجل تحت رقم 4698. طب ده الليت تاسك 4699. خلاص كده، قفلت تاسك. خدوا بالكم ان انا ممكن ادلت وممكن اقفل. اقفل يعني ايه؟ اخليها موجوده بس مش مفعلها، مش شغاله يعني. خلاص كده، احتجتها في وقت من الاوقات خلاص وكانت شغاله وقلت اقفلها دلوقتي، انا مش محتاجها دلوقتي بس ممكن احتاجها بعدين، فبقفلها ممكن بعد كده ارجع افتحها. 4700، 4701، 4702، كل ده له علاقه بالتاسكات. خلاص كده، طيب هو هنا ده بيشرح لك اهو، بيقول لك ايه اللي بيحصل، الايفنتات دي بتتكلم في ايه او ايه قصتها بالظبط. بيقول لك ايه تشينج تو سكيدول تاسك، هو الراجل بيركز على انه ايه تشينجز تو سكيدول تاسك، التاسكات اللي في التاسك سكيدولر. خلاص، ده الوصف بتاع الايفنت او العمليه اللي بتحصل. طيب نيجي فوق برضو كده نبص على وصف بسيط للموضوع. هنا الراجل بيتكلم على انه ايه اهو، ميسلينيش اوبجكت ايفنتس انكلود سكيدول تاسك دي ان اس اند بلاج اند بلاي. يعني هنا الراجل ده بتخليه يراقب السكيدول تاسك او التاسكات اللي بتحط في التاسك سكيدولر والدي ان اس اللي بيحصل في الدي ان اس وبلاج اند بلاي، حطيت فلاشه مش عارف عملت ايه، الكلام ده كله بيعمله كده بيراقبه. خلاص كده، فاحنا عايزين نفتح نقول لو سمحت ركز لي على مين اللي بيلعب في التاسك سكيدولر. خلاص كده،
او بيعمل جوبات في التاسك سكيدولر. طيب خلاص نكمل الموضوع ده ونكمل فيه. خلاص كده هنخش نقول له لو سكسس، احنا قلنا ان كل عمليه ليها نتيجتين، يا نجاح يا فشل. خلاص كده عايزين نشوف العمليات الناجحه خلاص، وبعد كده ممكن نشوف بقى العمليات الفاشله ايا كان. يعني واحد مثلا فشل ان هو يعمل جوبايه او تاسك في التاسك سكيدولر، اعرف لانه ممكن يكون هاكر مثلا، ماشي؟ فانت على حسب بقى. هو هنا يقول لك احنا عايزين الاوبجكت سكسس وفيلير الاثنين، يعني سواء الناجح او سواء الفاشل. خلاص كده طيب نيجي نشوف ايه برضو التوصيه اللي بعد كده. خلاص نيجي بعد كده للتوصيه اللي بعديها. طيب ريموفبل ستورج سكسس يعني ايه؟ دلوقتي انا لما بحط فلاشه، الفلاشه دي عليها ملفات، خلاص عايز اعرف مين اللي حط الفلاشه، حطها امتى، ودخل على ملفات ايه على الفلاشه دي. هو هنا بيقول الملفات دي نوعها ملفات النظام، بس ما اعتقدش ان هو قصده كده، هو قصده على اي ملف على الفلاش. هو بيقول لك records related to access attempts on file system objects file system objects or removable storage devices. انا اعتقد ان هو بيراقب مي او بيسجل ايه الفلاشة اللي اتحطت، اتحطت الساعة كام، وايه الملفات اللي اتدخل عليها. الله اعلم، اعتقد هي دي. وطبعا دي مهمة جدا، انا عايز اعرف مين حط فلاشة ومين اشتغل عليها، اشتغل على ايه عليها. ودي برضو من الحاجات المهمة، كلها حاجات بتفيد لو انت عايز حصلت كارثة عندك مثلا وعايز تعرف مين عمل ايه. كل اللي احنا بنعمله ده كله، خاصية التحقق دي بتفيدنا في ان لو عندنا تحقيق في حاجة معينة، حد عمل كارثة، حد دلت ملف، حد شال ملف، كل ده بيفيدنا. خلاص هنقوله سكسس، العملية ناجحة، حد فلاشة ودخل على ملفات ونجح. واحد تاني حط فلاشة وحاول يخش على ملفات وفشل، يبقى سكسس وفيلير. سكسس وفيلير، هنخش على الناجح والفاشل سواء دي او سواء دي. طيب نيجي نكمل برضو بعد كده في الحته اللي جايه، ماشي. اوديت بوليسي تشينج سكسس يعني ايه؟ احنا قلنا خاصيه التحقق دي لازم نروح نفعلها، خلاص كده. وبعد ما نفعلها بنحدد عايزين نتحقق من ايه بالظبط. عايزين نتحقق مثلا من الناس اللي دخلت على الفولدرات، عايزين مثلا نتحقق من يوزرات اللوكال ادمنستريتورز دخلت على المكنه، عايزين مثلا نتحقق من الفلاشات اللي بتتحط في الجهاز. حسب بقى، دي اسمها اوديت بوليسيز، بنحدد بنفعل خاصيه التحقق ونقول هنتحقق من ايه بالظبط. خلاص، والكلام ده كله بيتعمل عن طريق الجروب بوليسي. هو هنا بقى ايه؟ عايز يعرف مين بيلعب في خاصيه التحقق، يعني مين بيخش. يعني انا ممكن مثلا افعل خاصيه التحقق وبعدين اقول له اتحقق من ايه. عايز اعرف مين بقى اللي بيخش يفعل خاصيه التحقق وبيفعل ايه. يعني عارف مراقبه المراقبه او اوديت الاوديت، هي كده. انا عايز اعرف مين مثلا، على سبيل المثال انا ككريم دخلت فعلت خاصيه التحقق وقلت له سمعت حقق لي من الناس اللي بتخش على فولدرات معينه. جه احمد دخل راح ايه شال الحكايه دي، راح قفل العمليه دي. عايز اعرف بقى مين اللي غير في الحكايه دي. حاجه اسمها audit change policy record related to changing in audit policy. خلاص كده، اللي مين اللي قفل خاصيه التحقق، او مين اللي لعب في الخصائص والجروب بوليسيز بتاعه التحقق. وده يعتبر حاجه اسمها ايه؟ سكسس. خلاص كده، او الناجح، حد دخل عمل عمليه زي دي، نجاح في الجزئيه دي. خلاص audit policy change سكسس، خلاص كده الناجح فيها. خلاص، وكل ده يا جماعه احنا كنا قلنا عليه قبل كده، قلنا النجاح والفشل. يعني واحد حاول يفعل خاصيه التحقق ونجح، واحد فشل، الاثنين دول سواء ده او سواء ده. وكل ده يا جماعه اتكلمنا عليه في الويندوز 10 برضو، نفس الكلام ده اتعمل في الويندوز 10. خلاص، طيب نيجي بعد كده في حته اسمها authentication policy change success. ده اللي هو ايه؟ احنا قلنا authentication دي عباره عن ايه. انا دلوقتي راجل على جهازي في البيت او على جهازي في الشبكه. على جهازي في البيت عشان اخش لازم يبقى ليا كلمه سر اسم مستخدم، بروح كاتبهم، شويه الاقي نفسي دقيقه دقيقتين كده اروح الاقي نفسي دخلت على الويندوز. ده لو انا ايه في البيت. في الشبكه نفس الشيء، بروح بحط اسم المستخدم والباسورد عشان بعد كده دقيقتين ثلاثه اروح داخل. اللي بيحصل بقى من ساعه ما الباسورد واسم المستخدم بيتحطوا لحد ما ادخل الويندوز، في حاجه اسمها عمليه اوثنتيكيشن او عمليه التحقق. مش تحقق بقى هنا بمعنى اوديت، لا، اوثنتيكيشن يعني عمليه التحقق من هويتك. انا دلوقتي في البيت، الويندوز عندي بتاخد اليوزر نيم والباسورد اللي انا بحاول ادخل بيهم دول، تبص عندها في قاعده البيانات بتاعتها، هل انا عندي يوزر اسمه كريم ودي الباسورد بتاعته؟ اوكي، دخله، دي اسمها اوثنتيكيشن. خلاص، طب بالنسبه في الشبكه، في الشبكه
بروح اليوزر نيم او الاسم المستخدم بيتبعته للدومين كنترولر، يبتدي يبص عنده هل انا عندي يوزر في الشبكه اسمه كريم والباسورد بتاعته دي صح دخله، دي اسمها اوثنتيكيشن بروسيس او عمليه التحقق من الهويه. طيب هو هنا عايز يعمل ايه؟ انا بقول له اوديت ايه، او انا عايز اقول له اتحقق لي او ركز على ايه، ركز على النوعيه دي من العمليات. عايز اعرف كريم دخل على الجهاز والدومين كنترولر اتاكد ان الباسورد بتاعته صح ولا لا الساعه كام، دي تفيدني طبعا عشان اعرف هو الراجل اللي دخل على الجهاز الساعه كام، وعايز اعرف العمليه دي نجحت ولا فشلت، فهو بيركز ان هو يسجل المواضيع دي. طيب هل هو ده بس بيركز على دي؟ ده في حاجه اسمها تراست تشينجز. يعني ايه تراست تشينجز؟ انا دلوقتي عندي دومين اسمه كوكا كولا، خلاص، وعندي شبكه اسمها او دومين اسمه coca-cola.com، وعندي مثلا دومين تاني اسمه pepsi.com، دول اتنين بعاد عن بعض. عايز ان الناس في كوكا كولا تخش على حاجه بيبسي، تخش على مثلا فولدرات وملفات في دومين بيبسي، وعايز ناس في دومين بيبسي تخش على فولدرات وحاجات في دومين كوكا كولا. بعمل حاجه اسمها تراست ما بين التو دومينز، الثقه ما بين الاتنين. عمليه زي دي انا عايز انها تتسجل، خلاص كده العمليه دي عايز انها تتسجل، اعرف اتعملت امتى بالظبط. دي حاجه اسمها ايه؟ تراست تشينجز، عمليه التراست، خلاص كده. طيب والكيربروس ايه بقى الكيربروس ده؟ طيب الكيربروس احنا قلنا ان انا لما بحط كلمه السر والمستخدم بيروح رايحين الدومين كنترولر، الراجل يتاكد ان انا فعلا عندي يوزر نيم وباسورد مظبوطين ويروح مدخلني. مين مسؤول عن عمليه بعت الباسورد؟ يعني ياخد الباسورد بيوديها للدومين كنترولر ويامن عمليه النقل وتبقى الباسورد متشفره، ده اسمه كيربروس بوليسي او كيربروس بروتوكول. خلاص هو هنا بيقول لك لو سمحت عايزك تراقب لي التراست او عمليه ان انا اثق ما بين تو دومينز يتسجل. عمليه الكيربروس او عمليه نقل الباسورد من والى الدومين كنترولر وتامينها وكل اللي بيحصل فيها، العمليات دي تتسجل، اعرف ايه اللي حصل فيها بالظبط. الاوثنتيكيشن عايز اعرف اليوزر ده اللي اسمه كريم دخل الساعه كام، وهل فعلا الباسورد بتاعته الدومين كنترولر قال انها صح ولا لا، كل الكلام ده كله يتسجل. يعني باختصار شديد جدا كل ما له علاقه بعمليه التحقق من الهويه او عمليه ثقه ما بين تو دومينز. طيب عايزين نشوف بقى برضو تفصيل اكتر في الحكايه دي من الموقع بتاعنا، عايزين نروح نبص بص ده اسمه ايه، اوديت بوليسي تشينج. خلاص نروح مثلا هنا اهو وندور نشوف الراجل ده مثلا هنا بيتكلم في ايه. نيجي هنا اهو كده مثلا نقول له فين بوليسي تشينج اهو، خلاص كده، ونيجي نبص بصه هنا على الحته اللي هو بيتكلم عليها، حاجه اسمها اوديت بول، لا ثواني كده، اسمها اوثنتيكيشن بوليسي تشينج لوجن رايت اساينمنتس. يعني ايه؟ خلينا نبص هو الراجل كاتب هنا ايه في الوصف بتاع الحكايه دي. بيتكلم على track configuration changes that would affect how user accounts are authenticated and when password and logout policies are conspicuously missing. يعني هنا بيتكلم على ان هو راجل بيراقب ايه الحاجات او العمليات اللي ممكن تاثر على حسابات المستخدمين. طب ايه العمليات اللي بتاثر على حسابات المستخدمين؟ حاجه زي مثلا تكون الباسورد واليوزر نيم بتوعه غلط، دي بتاثر عليه ما يدخلش يدخل على الدومين. مثلا فكره ان هو يخش على فولدرات وملفات في دومين تاني، دي برضه هتاثر عليه. تمام كده، الاكونت بتاعه اتقفل، ده برضه هتاثر عليه. الباسورد بتاعته اكسباير، دي برضه هتاثر عليه. خلاص كده هو هنا بيتكلم على مراقبه كل التفاصيل دي كلها. طيب ايه ارقام الايفنتات اللي زي دي؟ مثلا على سبيل المثال اهو نقول له a new trust was created to a domain. هنا مثلا دي ايفنت 4706، انا مثلا عندي كوكا كولا، خلاص، وبعدين عندي دومين تاني اسمه بيبسي، عايز الاثنين دول يخشوا على فولدرات بعض، فبعمل تراست. العمليه دي بتتسجل تحت ايفنت 4706، التراست ووز كرييتد تو ا دومين، عملت ثقه مع دومين تاني. 4707 على العكس، شلت الثقه دي، خلاص كده. 4713 كيربرس بوليسي ووز تشينجد، احنا قلنا كيربرس ده اللي هو مسؤول عن ان هو يتحقق او يبعت الباسورد للدومين كنترولر وتكون متشفره ومتامنه، خلاص. طيب حاجه هنا مثلا 4717 security access was granted to account. يعني ايه؟ انا جيت دلوقتي في يوزر، خلاص هقول لكم مثلا ايه يعني ايه، مثلا يعني ايه الحته دي. انا جيت مثلا اديت ليوزر صلاحيه، خدوا بالكم هو هنا بيركز في ايه، اديت ليوزر صلاحيه قلت له لو سمحت مثلا انت كيوزر، خدوا بالكم انا قلت له مثلا انت كيوزر مثلا هتخش على الجهاز ده او ليك صلاحيات ان انت تخش على الجهاز ده، خلاص كده. يعني على سبيل المثال نقول ايه مثلا access this computer from network or login as service. يعني في يوزر عندي، اليوزر ده انا اديته صلاحيه
ان هو يران از سيرفيس او ان هو يشغل برنامج خلاص، دي بتسجل لان ده يعتبر حاجه مهمه. انا مثلا قلت كريم هيبقى مسؤول ان هو يوزر كريم ده مسؤول ان هو يقوم برنامج معين، دي اسمها سيرفيس اكاونت خلاص كده. هو هنا بيسجل النوعيه دي اللي هي لوجن از سيرفيس خلاص كده، بي ايه جرانت اوف لوجن رايتس تاتش از اكسس ذيس كمبيوتر فروم نتورك اور لوجن از سيرفيس. هو هنا بيركز على كل ما يؤثر مع المستخدم من صلاحياته لدخول الجهاز. يعني دلوقتي ممكن ان انا ادخل الجهاز، بعد ما ادخل الجهاز واديك اكتر من حاجة بعد دخولك، ممكن مثلا اخليك ان انت ترن برنامج، ممكن اخليك مثلا ان انت ترن تاسك، ممكن اخليك تعمل حاجة. هو بيراقب الحاجات دي. يعني قلنا دلوقتي الاوثنتيكيشن بيراقب عملية التحقق من اليوزر باسورد بتاعته صح ولا لا، التراست ما بين تو دومينز، الصلاحيات اللي بديها لليوزر صلاحيات زي ايه مثلا لوجن اس سيرفيس، هو راجل هنا كاتب اهو خلاص كده لوجن اس سيرفيس اكسس ذيس كمبيوتر فروم نتورك. على سبيل المثال اليوزر ده مثلا انا مديله ان هو ما يخشش مثلا على جهاز مثلا، ما هو في حاجه اسمها الاو اكسس ذيس كمبيوتر فروم نتورك وحاجه ثانيه اسمها ديناي خلاص كده، الاو لوجن لوكالي حسب انا ايه بقول له. يعني بصوا يا جماعه، هو اوثنتيكيشن بيراقب تحقق من هويه اليوزر، بيراقب التراست اللي بتعملها ما بين الدومينز، بيراقب صلاحيات اليوزر اللي ليها علاقه بدخوله على الجهاز، حاجه مثلا زي ان هو يرن خدمه يعمل حاجه، كل ده انا عايز اراقبه خلاص كده اهو. وادي ارقام الايفنتات اللي احنا هنركز عليها خلاص كده. طيب ممتاز جدا جدا جدا، ده بالنسبه للاوثنتيكيشن، ودي مهم عشان اعرف اليوزر دخل امتى وكان له صلاحيات ايه، والتراست ما بين الدومينز برضو اخبارها ايه. وده هنا السكسس خلاص كده، هنا السكسس اوثنتيكيشن بوليسي تشينج خلاص كده، هنقول له السكسس اديني النجاح، العمليات الناجحه خلاص كده، العمليات الناجحه. بنيجي بعد كده لحاجه اسمها اوثرايزيشن بوليسي تشينج اللي هي العمليات. اوثرايزيشن هنا اللي هو ايه يا جماعه، هنا بيركز على صلاحيات اليوزر. يعني اللي قبله كان بيركز على دخول اليوزر دخل امتى والباسورد بتاعته صح ولا لا، في تراست تم بين الدومينز ولا لا، اليوزر له صلاحيات ان هو يران سيرفيسز او خدمات ولا لا. هنا بقى هو بيركز بشكل اكتر على صلاحيات اليوزر. اوثورايزيشن بوليسي دي صلاحيات اليوزر. يعني على سبيل المثال مثلا انا ككريم مثلا كنت الراجل الدومين ادمن بتاعي ادى كريم صلاحيات مثلا ان هو يقفل الجهاز خلاص، او اداله صلاحيات ان هو يخش على فولدرات معينه، او اداله صلاحيات ان هو يعمل ايه. عايز بقى انا حته الصلاحيات اللي بيديها لي الادمنستريتور دي عايز اسجلها، اعرف مثلا كريم ادى، عايز اعرف اللوكال ادمنستريتور او مثلا احمد الادمنستريتور ادى صلاحيات لكريم امتى والساعه كام واداله ايه خلاص. ومش كده وبس، في بقى مثلا حاجات بعد كده بقى في التوصيه اللي بعديها هنركز على حاجات مهمة جدا في الصلاحيات. يعني على سبيل المثال مثلا عايز اركز قوي على فكرة ان احمد ادى كريم مثلا صلاحية انه يقفل الجهاز، دي مهمة بالنسبة لي. المهم هو هنا بيتكلم في ايه، اوثورايزيشن بوليسي تشينج، انا عايزك تراقب الصلاحيات اللي بتديها لليوزر والتغيرات اللي بتحصل فيها. انا مثلا اديت كريم صلاحيات يقفل الجهاز وبعدين غيرتها وشلتها منه وبعدين غيرتها وضفت حاجة تانية خلاص كده، دي اسمها اوثورايزيشن بوليسي تشينج ريكوردز او ايفنتس، اركز على دي. طيب ايه مثلا الصلاحيات اللي احنا ممكن نتكلم عليها؟ اقول لكم نيجي مثلا برضو هنا في الموقع ده الراجل كاتب ايه حته الصلاحيات دي اللي ممكن ان احنا نراقبها. بصوا كده هنيجي مثلا نقول له ايه مثلا ثواني كده اهو اوثرايزيشن خلاص كده، نيجي نقول له مثلا اولا مثلا لو انا مثلا اديت صلاحيه لكريم ان هو يقفل الجهاز دي هتتسجل تحت 4704 was assigned، طب شلتها منه 4705 خلاص، 14 encrypted data recovery policy was changed. دي هنا بيتكلم في تشفير حاجة معينة خلاص كده، تشفير حاجة معينة. فهو هنا بيراقب الرايتس او الصلاحيات بتديها لليوزر وبيراقب التشفير، عمليات التشفير. طب نشوف ايه يعني ايه الصلاحيات دي، بيتكلم ايه الصلاحيات اللي ممكن اديها لليوزر. بصوا بقى اهو هنا راجل كاتب كل دي صلاحيات، مثلا حاجة اسمها act as a part of the operating system. هنا بمعنى ايه؟ ان اليوزر ده بيتعامل زي كانه السيستم بالظبط، يعني دي كمان ممكن تكون اعلى من اللوكال ادمنستريتور خلاص كده. طيب اد ورك ستيشنز تو دومين، ممكن ادي اليوزر ده صلاحيات ان هو يجون مكنه الدومين خلاص، ممكن اديله ان هو يبقى ملفات من على الجهاز، كل دي صلاحيات عايزك ان انت تراقبها تقول لي مين او امتى
حد ادى الصلاحيه دي لليوزر وامتى شالها منه. خلاص كده، مثلا يشط داون السيستم، ان هو يقفل الجهاز. خلاص كده يقفل الجهاز، خلاص كده الساعه كذا مثلا او في الوقت الفلاني. فكل ده مهم جدا، انا عايز اعرف اليوزرات دول لهم صلاحيات يعملوا ايه بالظبط. يعني انا خدوا بالكم دي، يعني احنا بنتكلم على صلاحيات يمكن ليها علاقه بالسيستم اكتر، مش بصلاحيات على فولدرات. يعني لاحظ هنا ان هو بيراقب الصلاحيات اللي ليها علاقه بالسيستم او المرتبطه بالسيستم، مش صلاحيات دخول على فولدرات. دي حاجه تانية ودي مهمه طبعا، دي اهم. خلاص طيب، ريموف كمبيوتر فروم دوكينج ستيشن، كل ده مهم. فهو هنا بيراقبه، بيقول لك تم امتى والساعه كام. احمد ادى كريم صلاحيات ان هو يعمل شات داون للجهاز او للسيرفر. احمد ادى كريم صلاحيات ان هو يجون مكان الدومين. خلاص كده، فدي مهمه جدا برضو، عايزين نراقب الكلام ده بشكل دقيق عشان اعرف برضو امتى اليوزر اخد الصلاحيه الفلانيه. خلاص كده طيب، ده سكسس، نجاح. برضو قلنا نجاح او فشل. طيب نجاح او فشل، اوثورايزيشن بوليسي تشينج، خلاص سكسس. وممكن لو عايز فيلير مفيش مشكله، هنراقب ده وهنراقب ده. طيب نيجي بعد كده لحاجه اسمها سنسيتيف بريفيليج يوز سكسس. دي اللي هي ايه بقى؟ قلنا ان احنا التوصيه اللي قبليها ان احنا بنراقب الصلاحيات اللي احنا اديناها لليوزر. مثلا قلنا واحده من ضمن الصلاحيات ان هو مثلا يعمل شت داون للجهاز، وقلنا واحده من ضمن الصلاحيات اكت از ا بارت اوف ذا اوبريتنج سيستم. دي بقى حاجه اسمها سنسيتيف بريفيليج او صلاحيات شديده الخصوصيه. خلاص، انا في التوصيه اللي قبليها براقب كل الصلاحيات، وفي التوصيه دي براقب صلاحيات شديده الخطوره، حاجه زي اكت از ا بارت اوف ذا اوبريتنج سيستم اور ديباج بروجرامز. اللي معاه الصلاحيتين دول ممكن يعمل اي حاجه في السيستم، واعتقد كمان ان ده بيبقى كمان اقوى من اللوكال ادمنستريتور. خلاص كده، فبالتالي هو هنا التوصيه اللي قبليها بتراقب صلاحيات اليوزر بشكل عام، ودي بتراقب الصلاحيات شديده الخطوره، حاجه زي اكت از ا بارت اوف ذا اوبريتنج سيستم او ديباج بروجرامز. دي احنا محتاجين ان احنا نراقبها، نبص عليها برضو بصه مهمه. طيب ادي حاجه اسمها سنسيتيف بريفليج. خلاص كده سنسيتيف بريفليج، خلاص اللي هي الصلاحيات شديده الخطوره. هنروح بريفليج يوز، خلاص، ونقول له لو سمحت سنسيتيف بريفليج يوز، صلاحيات مين اللي بيستعمل الصلاحيات دي، يعني مين اللي عنده الصلاحيه دي وبيستعملها امتى. خلاص كده، وبيستعملها امتى، بيستعملها امتى، استعملت امتى امتى حاجه زي كده. طيب ده هنا سكسس، يعني حد نجح في استعمال او صلاحيات دي شديده الخصوصيه، امتى نجح وامتى فشل. ماشي، طيب كده احنا ماشيين بالتدريج. طيب نيجي لحاجه اسمها اي بي سيك درايفر سكسس. ايه الاي بي سيك ده؟ انت دلوقتي لو عندك مكتب رئيسي في القاهره وعندك فروع في بقيه المحافظات، دمياط ورشيد واسكندريه، عايز تعمل اتصال او عايز تجمع او عايز تحط فرع، الفرع الاساسي او المكتب الرئيسي اللي هو في القاهره وفرع دمياط ورشيد واسكندريه، عايز كل دول تحطهم في شبكه واحده توصلهم كلهم ببعض، بنعمل حاجه اسمها في بي ان عشان نوصل كل دول ببعض، ان دول في اماكن مختلفه. خلاص كده، طيب لو وصلناهم ببعض عايزين الاتصال ده يكون متامن. خلاص، فاحنا طبعا بنعمل في بي ان الاول عشان نامن الاتصال، اول عشان الفي بي ان عشان نوصل الناس كلها ببعضيها في اماكن مختلفه، وبعدين بنعمل حاجه اسمها اي بي سيك عشان نامن الاتصال ما بين الفروع وبعضيها وما بينها وما بين الفرع الرئيسي. دي حاجه اسمها اي بي سيك. خلاص كده، بنستعمل حاجه اسمها في بي ان اوفر اي بي سيك. خلاص كده، طب هو هنا بقول له راقب لي، راقب لي عمليات الاي بي سيك، او راقب لي عمليه التامين الاتصال ما بين الفروع وبعضيها وما بين الفرع الرئيسي. يعني على سبيل المثال لو حد حب يخترق مثلا، خد بالك اي بي سيك ده بروتوكول، يعني انا مثلا بقول للبرنامج اللي اسمه اي بي سيك ده لو سمحت راقب لي او شفر لي او امن لي الاتصال ما بين الفرع الرئيسي وبقيه الفروع. عايز بقى انا اراقب العمليات الخاصه بالبرنامج ده، إيه نجح، فشل، وقف، ما اشتغلش. يعني مثلا افرض على سبيل المثال الاي بي سيك ده البرنامج ده وقف، فلازم يبلغني، لازم تسجل ان هو واقف عشان الحق واروح اقومه. تمام كده، او حصل فيه مشكله برضه لازم يسجله ويقول لي. تمام كده، دروب باكيتس، حصل مثلا دروب باكيتس يا جماعه مثلا ايه، انه الاتصال مش قوي فمثلا الاي بي سيك مش شغال بكامل كفاءته مثلا على سبيل المثال يعني. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نسجلها، الاي بي سيك درايفرز سكسس او دروبس اور فيليرز. خلاص كده، سكسس اي بي سيك، سكسس وفيلير، احنا بنراقب العمليه بتاعه الاي بي سيك. والاي بي سيك بيستعمل بشكل رئيسي في الفي بي ان اللي هي وظيفتها انها توصل فروع بعيده عن بعض ببعضها
وتأمن كمان الاتصال ده. خلاص كده، ده بشكل مبسط او تبسيط مخل يعني زي ما بنقول. خلاص كده. طيب نيجي للي بعده، اي بي سيك درايفر سكسس وفيلير الاثنين، سواء ده او سواء ده. خلاص اي بي سيك سكسس او فيلير الاثنين، ابلاي اوكي. خلاص نيجي بعد كده للتوصيه اللي بعديها، حاجه اسمها اوديت اذر سيستم ايفنتس، اللي هي ايه؟ كريبتك كي اوبريشنز اند ويندوز فاير وول سيرفيس. هنا انا بقول لو سمحت اي حاجه ليها علاقه بالفاير وول كخدمه بلغني بيها او بالتشفير. يعني على سبيل المثال الويندوز فاير فور، الويندوز فاير وول وقف مش شغال، الويندوز فاير وول اشتغل بلغني. يعني وقف امتى واشتغل امتى؟ الويندوز فاير وول حصلت فيه مشكله ما بلغني. كريبتك كي اوبريشنز، تم تشفير الهارد الساعه كام، تم فك التشفير الساعه كام. خلاص كده. نيجي نشوف طيب الحاجات دي برضو بتسجل ازاي او ارقامها ايه. لو رحنا هنا اهو كده مثلا، خلينا نيجي برضو نروح على الموقع بتاعنا الظريف ده ونرجع نشوف الحته بتاعت حاجه اسمها، نرجع برضو حاجه بسيطه كده ونشوف الموضوع ده بيبقى ايه. حاجه اسمها سيستم ايفنتس اعتقد، ثواني كده، ادي سيستم ايفنتس. خلاص حاجه اسمها other system events track failure of windows firewall services. هنا بيقول لك ان انت راقب فشل الفايرول. الفايرول مثلا ما قامش، الفايرول قام وبعدين وقف مثلا. خلينا بس نشوف طيب هنا ايه other system events دي ونشوف هو الراجل بيتكلم على ايه. اهو مثلا، مثلا الويندوز فايرول هاد ستارت سكسسفولي مثلا، ايفنت 5024 الفاير وول قام اشتغل بنجاح. دي ممكن مثلا لما انت بتقوم الويندوز يبقى الفاير وول لسه بيقوم فبيسجله تحت 5024. طيب 5025 وقف الفاير وول، وقف. ممكن ده لما تعمل شات داون للويندوز. خلاص كده. مثلا 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 هنا قام او وقف، هنا مثلا فشل انه يقوم، فيل تو ستارت. خلاص كده. مثلا هنا مثلا في برنامج مثلا انت قايل الفاير وول ان هو ما حدش يستعمله، او لو حد حب يستعمله اعمل له بلوك. هنا بيقول لك مثلا ان انا ما قدرتش ان انا ابلغ اليوزر بالمعلومه دي. يعني انت مثلا قايل له ما حدش، او خلي الادوب مثلا ما يطلعش على الانترنت، فمفروض الفاير وول لما حد يستعمل الادوب ويحاول يطلع على الانترنت يبعت له رساله يقول له لا لا يا حبيبي انا كفاير وول ممنوع البرنامج ده يطلع على الانترنت. دي unable to notify the user، يعني انا فشلت ان انا ابلغ اليوزر بالمعلومه دي. انا مثلا محطوط فيا ان انا ما ينفعش اطلع على الادوب الانترنت. خلاص. فمفروض لما يوزر يحاول يعمل الكلام ده اروح مبلغه وطلع له رساله اقول له لا انت مش مسموح لك، انا بقى فشلت في ان انا ابلغه بالمعلومه دي او انا اطلع له رساله اقول له كده. خلاص كده. فهي ليها علاقه كل ما له علاقه بايه، بالفاير وول، بس ملوش علاقه بالبوليسي بتاعه الفاير وول. يعني على سبيل المثال انا مثلا جيت قلت ايه، انا عايز البرنامج الفلاني ما يطلعش انترنت، انا عايز البرنامج الفلاني يطلع انترنت. دي اسمها بوليسي بكريتها جوه الفاير وول. هو ما بيبصش على دي، هو بيبصص على الفاير وول كخدمه. هل البرنامج كله شغال ولا واقف؟ هل البرنامج كله بيشتغل بكفاءة ولا لا؟ هو ده. خلاص كده؟ طيب دي نقطة برضو معروفة. نكمل other system events و success، عايزين الحاجات الناجحة، ايه العمليات الناجحة. خلاص كده؟ طيب خلينا نكمل برضو ونشوف ايه بعد كده اللي هنحتاجه. كل دي حاجات الاودت دي يا جماعة بشكل عام بتخلينا لو حصل تحقيق في حاجة معينة نقدر نجيب بيانات كاملة ونشوف الموضوع ماشي ازاي. فاذر سيستم ايفنت سكسس وفيلير، سواء دي سكسس او فيلير، نجاح او فشل. خلاص كده، نجاح او فشل. خلاص كده. طيب نيجي بعد كده للي بعده، نكمل الموضوع ده اللي بعده. حاجه اسمها سكيورتي ستيت تشينج سكسس، دي علاقه بايه بقى؟ هنا بيراقب العمليات اللي بتاثر على امن النظام. طيب ايه العمليات اللي بتاثر على امن النظام؟ يعني هنا بيقول ان انا براقب العمليات او التغيير او العمليات اللي بتغير في امن النظام. حاجه زي ايه؟ ستارت اب اند شات داون اوف ذا سيستم. يعني ايه؟ وانا بقوم السيستم بتاع الويندوز بيسجله، وانا بقفل السيستم بيسجله. طب ازاي العمليتين دول بيأثروا على امن النظام؟ بيقول لك انه والسيستم بيقفل ده بيبقى في وضعيه معينه سهل جدا اختراقه في الفتره دي، فهو لازم يراقب الحته دي. خلاص كده. بيقول لك ان الشات داون للسيستم او وانت بتقفل النظام بيبقى في اضعف مراحله، زي ما تكون انت مثلا عندك فيروس والفيروس ده مثلا بيبقى في اضعف مراحله. لو مثلا انت واخد فيروس انفلونزا مثلا وتبقى بعد ما تاخد المضادات الحيويه بتاعه بيبقى الفيروس في اضعف حالاته.
خلاص كده، ان بدرجه ان انت ممكن، او مثلا يكون مثلا انت واخد فيروس والفيروس ضعيف قوي لدرجه ان اي حاجه ممكن تموته. خلاص كده. طيب خلينا نشوف برضو حته السكيورتي تشينج دي برضو ليها علاقه بايه. نبص برضو راجل كاتب هنا اهو حاجه اسمها سيستم تشينج، خلينا نشوف هنا بيتكلم على ايه. سكيورتي اهو، سكيورتي ستيت تشينج اللي هو ايه، اه ويندوز ستارتنج اب، لما الويندوز بتقوم بيسجلها اللي هي 4608، الويندوز بتقفل 4609. طيب هنا بيقول لك ايه، واحد غير السيستم، تاريخ السيستم، خدوا بالكم تغيير تاريخ السيستم ده ممكن ياثر في امن النظام. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال مثلا في هاكر عايز ان هو يخش يعمل لك عملية تمويه، يقول لك مثلا ايه، يدخل يلعب مثلا في كل حاجة وبعدين يرجع التاريخ مثلا فيبان لك ان ده اتعمل من سنين مثلا، ما دي برضو تايم سيستم تشينج. فانت بتراقب ايه بقى، بتراقب الحاجات اللي بتأثر على النظام، قفل النظام، أومن النظام، قفلان النظام، تغيير توقيت النظام. هنا بيقول لك ايه مثلا، such as clock changes and startup and shutdown the events are important، مهمين، because the system is completely vulnerable، يعني بيبقى في حالة ضعف كامل لما تعمله شات داون، لما تيجي تقفله. خلاص كده. فبالتالي لازم تسجل العملية دي. وبيقول لك كمان ان عملية تغيير توقيت النظام ممكن انها تخل بأمن النظام، الهاكر ممكن يخش. على فكرة يا جماعة، لو توقيت النظام بتاعك السيرفر مختلف مع توقيت النظام بتاع الدومين كنترولر، مش هتعرف تخش على الدومين. فعشان كده ممكن الهاكر يخش يعمل ايه، يغير لك التوقيت بتاع مكانتك مثلا على ويندوز 10، تيجي مثلا بدل ما 2021 او 2022 يخليها 2016، تيجي ساعتك تخش على الدومين ما تعرفش، الدومين تقول لك لا لا استنى عندك، انت ساعتك بتقول انت من 2016، لا 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 مش هدخلك، لازم يكون ساعتك متظبطه مع ساعتي. خلاص كده. او مثلا على سبيل المثال مثلا انت الويندوز 10 التوقيت عندك الساعه 10 الصبح، خلاص كده، وعلى السيرفر الساعه 10 بالليل، خلاص كده. فبالتالي 10 بالليل دي يقول لك لا لا استنى، انت ايه اللي من 10 الصبح دي، ما ينفعش، انا الساعه عندي 10 بالليل، يبقى كل المكن اللي في الدومين عندي لازم تكون ساعتهم 10 بالليل، انت 10 الصبح لا مش هدخلك. طب يقول لي ايه المشكله ان يبقى ساعته متاخره؟ لا يا باشا، كل حاجه يعني الايفنت لوج مثلا، احنا بنقول الويندوز بتسجل كل حاجه بتحصل فيها، بتسجلها في الايفنت فيور، لو التاريخ غلط والتوقيت غلط كل الكلام ده كله هيتعمل غلط. فدي مهمه، لازم اعرف مين اللي غير تاريخ النظام، ومين اللي قفل النظام، ومين اللي فتح النظام. ماشي، نكمل القصه دي ونشوف، دي برضو مهمة جدا، ستارت اب اند شات داون اوف ذا سيستم، دي مهمة جدا جدا جدا. خلاص، اوديت سكيورتي ستيت تشينج، مين اللي نجح ان هو يقفل الجهاز، مين اللي نجح ان هو يفتح الجهاز، مين اللي قفل السيستم وقفل النظام. خلاص، سكيورتي سيستم اكستنشنز سكسس، دي برضو توصية تانية برضه ليها علاقه بالسكيورتي بتاع النظام، دي برضه حته مش مفهوم قوي، بس نقول انها انت متفعلها بتراقب امن النظام، خلينا نقولها كده بشكل واضح وصريح يعني بشكل مبسط. خلاص كده. طيب خلينا نراقب برضه نشوف امن النظام اخباره ايه، اهو لودنج ذا سكيورتي، ده كله برضه له علاقه بمراقبه امن النظام او العمليات اللي بتاثر في امن النظام. خلاص كده. طيب نخش ونكمل نشوف الدنيا اخبارها ايه، اهو اوديت سكيورتي سيستم اكستنشنز. خلاص كده. وهنا بيديك وصف، يعني لو انت برضو تهت خش في الوصف وبص هو راجل بيكلمك في ايه وبيقول لك ايه. خلاص كده. طيب خلينا نكمل حاجه بسيطه كده، كمل برضو بسيط. وسيستم انتجريتي، بصوا يا جماعه دي برضو توصيه تانية، يعني اللي فوق له علاقه بامن النظام، تمام، دي ليها علاقه بالتحقق من انتجريتي او نقول ايه، امان النظام. نقول ان يا جماعه الثلاثه اللي فاتوا دول كلهم، كل التلاتة دول كلهم لهم علاقة بأمن النظام، بيراقب كل العمليات اللي هتأثر على أمن النظام بشكل يعني مبسط قوي عشان ما نخدش قوي في التفاصيل. خلاص كده. طيب ده برضو هنيجي نعملها سيستم انتجريتي، نيجي نروح نقول له يعني ده سيكيورتي، سيكيورتي كل ده التلاتة اللي فاتوا دول كلهم له علاقة بالعمليات اللي بتأثر في أمن النظام. خلاص كده. أمن النظام ده هو ايه، ممكن مثلا عملية تشفير الملفات مثلا ما تمتش صح، فدي بتأثر على أمن النظام. خلاص كده. دي مهمة، عملت مثلا ريموت او حد بيحاول ان هو يخترق، او نقول ايه مثلا حد يعمل حاجة اسمها impersonate client، يعني انا مثلا انا اخش ارن خدمة معينة بيوزر تاني، انا مثلا اسمي كريم بفتح البرنامج الادوب باليوزر اسمه احمد، ما دي تعتبر كومبرومايز للنظام، او دي تعتبر بتخل بالنظام. خلاص كده. ولازم تسجل برضو. خلاص كده. طيب خلينا نقول ادي التلاتة دول وقلناهم، نيجي للي بعده
سيستم انتجريتي طبعا فشل ونجاح، فشل ونجاح. خلاص كده، طيب نكمل الوضعية برضو كده ونشوف success و failure. طيب نيجي بعد كده للي بعديها. طيب في بقى هنا حاجة اسمها prevent display of slide show on the lock screen. احنا قلنا لما انت بتسيب المكنة بتاعتك لخمستاشر دقيقة وانت مش شغال عليها بتطلع حاجة اسمها لوك سكرين. انتوا عارفين مثلا ان الموبايل بتاعك انت مثلا بتبقى شغال عليه، لو سبته خمس ست سبع دقايق تيجي تفتحه تلاقي فيه كده شاشة او صورة ثابتة، تمام، خافية كل حاجة كنت انت بتستعملها. يعني انت مثلا فتحت الموبايل وفتح بقى مثلا الفيسبوك ومش عارف ايه، سبته 15 دقيقة ترجع تلاقي فيه صورة كده ظهرت على 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 على, على, على الموبايل، خافية كل حاجة وراها، يعني خافية الفيسبوك اللي انت كنت شغال عليه والكلام ده كله. دي صورة اسمها لوك سكرين. طب بتتخفي ازاي؟ ان انا مثلا بروح عامل بايدي كده مثلا، او ان انا مثلا احط بين كود، او ان انا مثلا احط باسورد فيروح شايل الصورة دي ويجيب لي اللي انا كنت شغال عليه الفيسبوك او ايا كان. نفس الكلام بيتم في الايه، في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاجهزة. لو انت سبت جهازك 15 دقيقة بيطلع كده صورة بتخفي سطح المكتب بتاعك خالص، انت مثلا سطح المكتب فاتح الايميلات ومش عارف فاتح حاجات كتير قوي قوي قوي، خلاص سبتها ال 15 دقيقة يروح طالعة صورة خافية كل اللي انت بتعمله، عشان ما يبقاش حد جاي يجي من وراك او يجي وانت مش موجود يشوف انت بتعمل ايه. فدي اللوك سكرين، صورة ثابتة بتخفي كل حاجة وراها او بتخفي سطح المكتب. طيب هو هنا راجل بيتكلم في ايه؟ ان الصورة دي لازم تكون ثابتة، صورة ثابتة مش صور متحركة. يعني في بعض الاحيان مثلا ايه، اللوك سكرين دي ممكن تلاقيها كذا صورة مع بعض، او صور بتجري ورا بعضيها كده على هيئة فيديو، مثلا تلاقي صورة وبعدين اتغيرت وصورة تانية وبعدين اتغيرت وصورة تالتة وبعدين اتغيرت. هو الطريقة دي اسمها سلايد شو. هو الراجل بيقول لك لو سمحت اللوك سكرين تبقى صورة ثابتة، ما تبقاش صور متحركة. معرفش ليه هو الراجل بيكلمك على انه هو بيقول لك ان لو انت عملت سلايد شو او صور متحركة دي قد تعرض بيانات الجهاز للخطر. هو انا معرفش القصة دي، بس خلينا نقول هو راجل فاهم اكتر مننا. نروح نقفل السلايد شو اون لوك سكرين، ان انا مثلا ما عملش صوره ثابته خلاص او لوك سكرين ثابت وبعدين اجري عليها صور متحركه. خلاص كده هو اللي بيقول لك لو سمحت لو عملت لوك سكرين تبقى صوره ثابته وبس، ما تعملش لوك سكرين ثابته وبعدين ترن فوقيها او عليها صور متحركه. طيب خلينا نكمل القصه دي ونشوف برضو. خلاص هروح على بيرسوناليزيشن او في حته معينه والرن الجزئيه دي، نقول له نو لوك سكرين سلايد شو. انا لو سمحت مش عايز او بريفنت انيبلينج لوك سكرين سلايد شو. خلاص كده هنروح على ادمنستريتيف تمبلتس ونعمل الموضوع ده ونشوف. خلاص هنقول له ايه، نفتح كده ونقول له ادمنستريتيف تمبلتس. خلاص ونيجي على كنترول بانل، تمام، وبعدين نيجي على بيرسوناليزيشن ونقول له بريفنت انيبلينج لوك سكرين سلايد شو، prevent enabling lock screen slide show. خلاص كده اهو enabling lock screen slide show اللي هي تحت دي، تمام، apply okay. طيب نيجي بعد كده نكمل. طيب هنا في حاجة اسمها W Digest Authentication Disabled. ايه الاوثنتيكيشن؟ قلنا عملية التحقق من هوية اليوزر. انا راجل بديك يوزر نيم وباسورد، عايز اعرف انا فعلا ليا حق ادخل النظام ده ولا لا، سواء جهازك في البيت او جهازك في الدومين. وقلنا اللي بيبقى مسؤول عن عمليه انه ياخد الباسورد واليوزر نيم يبعتهم للدومين كنترولر في حاله الدومين ده اللي هو الكيربروس بروتوكول. خلاص كده، والكيربروس بروتوكول ده بيبعت اليوزر نيم والباسورد للدومين كنترول عشان يحقق منهم ويعرف انت موجود في الشبكه ولا لا، بيبعتهم متشفرين ومتامنين. خلاص طيب، قبل الكيربروس في كان حاجه اسمها دبليو جاجست، برضه بروتوكول مسؤول ان هو ياخد اليوزر نيم والباسورد يبعتهم للدومين كنترول عشان يتحقق انت موجود ولا لا. ده مش مؤمن، ده ما بقاش مؤمن اني مور. الكيربروس اقوى منه في التشفير وفي التامين، بيقول لك لو سمحت الغي لي ده. طب واحد يقول لي هم ليه سايبينه في الـ في, الـ في الويندوز لحد دلوقتي طالما هو قديم ومش شغال كويس؟ ما اعرفش. المهم هو بيقول لك ان دبليو جاجست ده اساسا مقفول باي ديفولت، يعني انت في الويندوز سيرفر بيجي مقفول عليه البروتوكول ده. هتقول لي طب سايبينه ليه؟ برضه ما اعرفش. المهم اتاكد انه مقفول، ده التوصيه اللي الراجل بيتكلم عليها، اتاكد انه الدبليو ديجست اوثنتيكيشن بروتوكول مقفول. خلاص كده طيب، نتاكد منين؟ نتاكد اولا، نتاكد هل هو فعلا شغال معايا ولا لا. احنا قلنا ان هو في الويندوز سيرفر 2019 بيتقفل. خلاص كده، طب عايز اتاكد ان هو فعلا مقفول، اروح في ريجستري واشوف. لقيت
في ريجستري الحته دي ومعموله صفر، او لقيت الملف ده ومعمول بقيمه صفر، يبقى معنى كده انه فعلا الدبليو ريجست مقفول. ما لقيتوش يبقى معنى كده ان الدبليو ريجست شغال. خلاص. طيب ازاي اروح الريجستري؟ ممكن اروح عن بعد عن طريق الويندوز ادمن سنتر، اكونكت على الريجستري بتاع الدومين كنترولر عن بعد وابتدي اشوف. خلاص هنروح ونبص بصه نفهم هل فعلا الدبليو ريجست بروتوكول ده شغال ولا لا. ننزل تحت، ولو شغال يبقى في طريقه ان انا اروح في جروب بولسي اقفله، اقول له لو سمحت اقفله لي. خلاص هروح الريجستري نبص عليها، وكنا قلنا الريجستري دي عباره عن قاعده بيانات بتخزن كل خيارات وخصائص الويندوز، ومش بتخزنها وبس، ممكن كمان عن طريقها لو لعبت فيها تقدر انت تغير في خصائص الويندوز او في خيارات الويندوز. خلاص كده. طيب هنروح نشوف او هننزل تحت في الريجستري كده لحد ما نوصل فين ل دبليو دايجست او دبليو دي دايجست. ثواني كده بس نفتح، ننزل كمان تحت نوصل فين، اهو ننزل حاجه دبليو دايجست. عايزين نشوف بقى هل فعلا هنا اللي هو اسمه الكي ده اللي هو لقينا ده يوزر يوز لوجن كريدنتلز، هل ده موجود فعلا؟ لو ده موجود وقيمته صفر يبقى معنى كده انه دبليو ريجست بروتوكول مقفول، لو مش موجود يبقى معنى كده ان الدبليو ريجست مفتوح. طيب عايزين نقفله، نروح الجروب بوليسي كده احنا اتاكدنا ان هو متفعل، يبقى لازم نروح نقفله. طيب اروح اقفله ازاي؟ هروح على جروب بوليسي واقفله بطريقه معينه، هروح رايح وافتح منظمه الدفاع الامريكيه او وزاره الدفاع الامريكيه عامله لك جروب بوليسي انها تقفل الدبليو ريجست. خلاص كده، بس هنروح نجيبه ونقفله من الادمنستريتيف تمبلتس في حته اسمها ام اس سكيورتي جايد. خلاص ونقول له لو سمحت اعمل لي ايه، اهو فين، اهو دبليو ريجست اوثنتيكيشن ديسيبل، اعمله لي ديسيبل مش انيبل. خلاص كده ديسيبل مش انيبل، طيب نكمل التوصيه اللي بعديها. خلاص عملنا دبليو ريجست قفلناه. طيب هنقف عند الحته دي يا جماعه، الحته دي اللي هي عباره عن حاجه اسمها انترنت بروتوكول سورس راوتنج ماست بي كونفيجر تو هايست بروتكشن ليفل تو بريفنت اي بي سورس راوتنج. خلاص كده هقف عند الحته دي وان شاء الله نكمل الفيديو اللي جاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وذلك بلا شك فضلا منكم وليس امرا مني. ويا جماعة اللي حاسس ان هو المادة دي عجباه وعايز يستزيد او ياخد private course او كورس خاص، انا تحت امركم. تواصلوا معايا عن طريق الواتساب او عن طريق التليجرام او عن طريق الفيسبوك. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا وقفتنا عند الدقيقة 35 45. شكرا جدا ليكم.